الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أنتم أولا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم. أنا أعلم أنكم ما حضرتم لأجل أموال ستوزع عليكم، أو لأجل طعام ستأكلونه بعد انتهائكم، أو لأجل شهادات ستعطونها على حضوركم لهذه المحاضرة. إنما حضرتم بإذن الله تعالى لأجل أن تجتمعوا في بيت من بيوت الله تسمعون سيرة حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله تعالى ألا يردكم خائبين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحضور وهذه المحاضرات صدقا ودلالة على محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، الذي لا يصح إيمان مؤمن ولا يثبت إلا إذا أحبه أكثر من نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فقال له عمر: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا يكتمل إيمانك حتى أكون أنا أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، فلا أنت والله الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: فالآن يا عمر، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وما بعث الله تعالى نبيا ولا رسولا هو أحب عنده من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سيد الأنبياء ورأس الأتقياء، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. والأنبياء في يوم القيامة إذا فزع إليهم الناس لما يشتد عليهم الكرب ويبلغ منهم التعب والعرق مبلغه، فيقبل الناس إلى آدم ويقبلون إلى نوح ويقبلون إلى جمع من الأنبياء حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم السيد، فيقولون له: يا محمد اشفع لنا عند الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. كيف عرف أنه لها؟ لما يعلم من محبته لربه جل وعلا ومن محبة الله تعالى له. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيفتح الله تعالى عليه بمحامد ودعوات لم يفتحها على أحد من قبله. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه خاضع ذليل، يقول له: يا محمد ارفع رأسك كما رفعنا رأسك في الدنيا، وجعلناك أعلى ممن قد ناوشك وعاتبك وحاربك، كما أننا جعلنا الدين الذي بعثناك به هو الدين الظاهر وأظهرناه على الدين كله، كما أننا جعلناك المتبع وجعلنا جميع الأنبياء الذين كانوا من قبلك يبشرون بك، كما أننا جعلنا دينك هو الدين الباقي، كما أننا ميزناك على كثير من الأنبياء، فاليوم نقول لك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول كلمة يقولها ما سأل شيئا خاصا بنفسه ولا شيئا خاصا بأبنائه ولا بزوجاته ولا شفع لأحد من الأمم السابقة في أول كلامه، إنما أول كلمة قالها قال: يا ربي أمتي أمتي. من محبته لنا عليه الصلاة والسلام وحرصه علينا ودأبه بمصالحنا قال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بأن من يخذل في ذلك المقام لا يرفع ولا يعز بعده أبدا. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى وهو رجل واحد لكنه بأمة عليه الصلاة والسلام، بعثه وصار الناس أمامه أحزابا، منهم من صدق وآمن، ومنهم من كذب وأعرض ولم يحارب، ومنهم من كذب وأعرض وحارب. وحاول الكفار في البداية أن يمارسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أساليب لأجل الحيلولة بينه وبين أن ينتشر دينه، وتلك الأساليب التي اتبعها الكفار لا يزال إلى اليوم يتبعها الكفار في زماننا. وإن العاقل إذا تدبر في التاريخ وجد أن صفحات التاريخ تعيد نفسها،
فما يكاد يمر مصائب في التاريخ إلا وتعاد، ولا يمر أساليب إلا وتعاد، ولا يمر أمور ومكر وحروب وجدالات إلا وتجد أنها تتكرر في التاريخ. حاولوا لأجل أن يحاربوا دينه أن يحاربوا الدين من ناحيتين، إما بإسقاط الدين أو بإسقاط الذي يمثل هذا الدين، إما أن يسقط الدين نفسه بأن يقول هذا دين فاسد، أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يجعل اللات والعزة وود وسواع يجمعها في إله واحد؟ هذا لا يكون. حاولوا أن يسقطوا الدين فرأوا أن هذا الدين ثابت وأنه قوي وأنه مقبول حتى في العقول أكثر ممن يعبد اللات والعزة، دينهم حتى في العقل لا يقبل. فلما رأوا أنهم لم يستطيعوا أن يسقطوا الدين حاولوا أن يسقطوا هذا النبي، لأجل أنه إذا سقط المثل الأعلى الذي يتبعه الناس إذا سقط يكون كالراية في الحرب، إذا سقطت التبس الأمر على الجيش فلا يدرون يجتمعون على أي راية. فحاولوا أن يسقطوه صلى الله عليه وسلم بأساليب، قالوا مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، فإذا الناس لا يقبلون هذا، يقولون ساحر، فلما ينظر الناس إليه فإذا السحرة لهم صفات لا تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم، قال الناس لا يمكن يكون ساحر، نحن نعرف السحرة، هذا لا تنطبق عليه صفات السحرة. فقالوا طيب هذا كذاب، نظروا فإذا الكذابون لهم صفات معينة وأساليب لا تنطبق على هذا النبي، قالوا لا، غير معقول يكون كذاب. قالوا طيب هذا كاهن، نظروا فإذا الكهنة لهم أساليب وطرق وأساليب في الكلام لا تنطبق على هذا النبي، قالوا لا يمكن يكون كاهن. عندها تورط الكفار، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سد جميع الثغرات التي في جداره، بحيث أن ما أحد يستطيع أن يطل من خلال الثغرات. أنت لما يكون بيتك الجدران فيها ثقوب ولم تحرص على أن تسدها لا تلوم الناس إذا جاء الصغير والكبير ينظرون من خلال هذه الثقوب، ما أنت اللي أهملت بيتك حتى استطاع الناس أن ينظروا إليك ويكشفوا عوراتك. لكن لما يكون بيتك محصن وكل ما رأيت ثغرة سددتها مهما أقبل الناس وكثروا لا يستطيعون أن ينظروا إليك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهدوا عليه وقوعا في فاحشة، ولم يعهدوا عليه كذبا، ولا شربا لخمر، ولا إذاء لأحد، ولا أكل لحقوق أحد. إن نظروا في أخلاقه فإذا هي أعلى الأخلاق مع الكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة والعربي والأعجمي والحر والعبد، بل مع المسلم والكافر والصديق والعدو. فصارت الأخلاق لا يستطيعون أن يقولوا هذا إنسان عليه ملاحظات أخلاقية لا تتبعوه، ما استطاعوا أن يخترعوا عليه شيئا. فلما أرادوا أن يتكلموا في عقله فإذا هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا. ولا يزال إلى اليوم عقلاء الكفار يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل عرفه التاريخ، ومن ألف منهم فيما يتعلق بقواد العالم ورؤوس الخلق تجد أنه يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم هو أولهم أو يجعله من أوائلهم صلى الله عليه وسلم. ووالله أيها الإخوة والأخوات، إنما يقع اليوم من سب النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة به إنه من عوامل نصرته، والله إنه من عوامل نصرته. ستقول لي كيف؟ فأبين لك ذلك. الكفار في القديم لما كانوا يحاولون أن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة خدموه من حيث لا يشعرون. خذ مثالا على ذلك، في أوائل دعوة عليه الصلاة والسلام كانت فرق من الكفار يقفون على مداخل مكة، كلما أقبل واحد إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا في مكة وعدد المسلمين لا يتجاوز ربما 10 أو 15 رجلا، بل عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يتجاوز 115، 13 سنة. فما بالك بأوائل الدعوة كان عدد المسلمين ربما لا يتجاوز 10 أو 15. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وسائل إعلامية، ما كان عنده حسان بن ثابت يقول قصائد وينتشر بين الناس، فكان يحتاج إلى أحد يعمل له دعاية، ما عنده أحد. وبلال مربوط يعذب، وهذا خباب يعذب، وسمية مقتولة، وزوجها ياسر مقتول، وعمار لا يزال يعذب، فالأمر مضطرب عنده. فجاء الكفار زيادة في النكال كما يفعل اليوم أولئك، يرسمون رسومات معينة، يفعلون أفعالا معينة. جاء الكفار وصاروا يقفون على حدود مكة، كلما أقبل أحد غريب بيدخل مكة نادوه، قالوا تعال، قال نعم، قالوا إلى أين أنت ذاهب؟ قال والله أنا داخل مكة عندي بضاعة سأشتريها، أو امرأة سأخطبها، عندي حاجة عادية من حوائج الدنيا.
فيقول له الكفار: آه طيب، ما سمعت بواحد اسمه محمد يقول أنا نبي؟ فيقول القائل: لا والله ما سمعت. وهذا وقع للطفيل بن عمرو الدوسي سيد دوس، أقبل إلى مكة في حاجة من الحاجات، ربما كانت حاجته في مكة تقضى في ساعتين أو ثلاث. أقبل ليس له نية يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينظر في الإسلام، يريد يقضي حاجة ويرجع. فلما جاء فإذا مجموعة من الكفار قد وقفوا عند الأبواب، قالوا له: من أنت؟ قال: أنا رجل جئت إلى مكة في حاجة. قالوا: من أنت؟ من أنت؟ ما اسمك؟ قال: أنا الطفيل بن عمرو الدوسي. قالوا: هذا اسم سيد دوس، أنت سيد دوس؟ قال: نعم. قالوا: طيب هني هذا خطير، إذا دخل مكة ماذا عندك في مكة؟ قال: والله فيه عندي بضاعة حاجات عادية أقضيها وأخرج. قالوا: طيب انتبه، ترى في مكة شيء خطير. قال: ما هو؟ قالوا: انتبه، ترى إذا مريت عند الكعبة ستجد شيئا غريبا. شوقوه أنه يذهب ينظر. قالوا: ما هو؟ قالوا: في واحد ساحر كاهن، هذا الرجل اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، انتبه لا تقابله، وانتبه لا تستمع إلى شيء من كلامه، إن استمعت إلى شيء من كلامه خرب عليك عقلك وفرق بينك وبين زوجتك. انتبه، ترى هو إذا دخلت مكة تذهب يمين ولا يسار ثم تجد الكعبة يجلس على الجانب الأيمن، انتبه لا تراه. فإذا هم يصفون له موضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل الطفيل يقول: من شدة الفزع من أن أسمع كلامه فيفسد علي عقلي وضعت الكرسف في أذني، ثم دخلت إلى مكة، الكرسف القطن. يقول: فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ينظر وين هذا الرجل الغريب، فإذا هو عند الكعبة يصلي، فجعل ينظر، فأعجبه سكون النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه وصلاته. فإذا الحركات السجدات والشكل والرزانة والسمت، ليس سمت سحرة ولا مجانين، أولئك لهم شكل معين وحركات معينة، هذا ما ينطبق عليه ما قالوا. قال: طيب أنا رجل عاقل أصدقهم وأسد أذني على طول بالكرسف، أنا مجنون، أنا أعرف كلام السحرة وكلام الكهنة، إذا كان ساحر أو كاهن أنا عاقل، وأي واحد يلعب بعقلي، ما هم ناس سحرة كبار ما لعبوا بعقلي، وقفت على هذا الرجل، دعني أسمع ما عنده. وجاء وأخرج القطن من أذنيه واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، حب استطلاع، وأقبل قال: أنت اللي يقولون عليك ساحر. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مشروع في الحياة، هم دعوة، من شغل بالدفاع عن نفسه، ما قال: لا لا ترى لست ساحرا، شوف أنا شكلي ما هو ساحر، أنا لست مجنونا، شوف كلامي متتابع ومرتب، ترى هم يقولون أنا من أشراف مكة أصلا، أنا من أشرف الناس نسبا، أنا رجل متزوج وعندي أولاد. من شغل يدافع عن نفسه؟ لا، أنا عندي قضية أهم من ذاتي أدافع عنها. قال: هم يقولون ذلك، يقولون علي ساحر، يعني ما هموني ساحر ولا ماني بساحر، أنا عندي مشروع أمشي عليه، ساحر ولا غير، يقولون ما شيء ما يشاءون، ولا يضر السحابة نبح الكلاب، ولو أنهم صدق ما قالوه لأثر، لكنه ما صدق. فقال: طيب أنت ماذا عندك؟ قال: أنا نبي وعندي قرآن. قال: اقرأ علي القرآن. فقرأ علي القرآن، فمد الطفيل يده ودخل في الإسلام. ثم دخل الدوس في الإسلام بدعاية عملها الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أيها الإخوة والأخوات، إنما يعمله اليوم الكفار في مسبة النبي عليه الصلاة والسلام أو رسم الرسومات أو نحوه، إنه ليس شرا محضا كله، بل فيه جانب من الخير وفيه جانب من المصالح للإسلام. صحيح نحن لا نرضى أن يفعل هذا بنبينا وقرة أعيننا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو سكبنا دماءنا وسحقنا جماجمنا في سبيل الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام لكان هذا من أقل ما نقدم له. لكن ينبغي أيضا ألا ننظر إلى القضية على أنها مظلمة 100%، بل إن لها شيئا من المصالح. وأولئك هم قوم أصلا لا يعظمون الأنبياء، هم لا يعظمون الأنبياء أصلا. قبل قرابة 13 سنة ذهبت إلى فنلندا، وفنلندا هي إحدى الدول الإسكندنافية مثل السويد، الدنمارك، النرويج، فنلندا، هذه الدول يسمونها الإسكندنافية. ذهبت إلى هناك، كان عندنا دورة علمية مع مجموعة من زملائنا في الجامعة بعض الدكاترة. وصلت إلى هناك إلى مركز إسلامي، إخوة فنلنديون لكنهم من أصول صومالية، وبعضهم إخوة جزائريون لكن
مقيمون في ذلك البلد وعندهم جنسيات البلد. فلما وصلنا كان عندنا محاضرة في الليل، فإذا هم يتجهزون ويعدون العدة، قلت لماذا تتجهزون؟ ماذا ستفعلون؟ قالوا والله يا شيخ نحن غدا عندنا مظاهرة. قلت مظاهرة لأجل ماذا؟ قالوا نصرة لعيسى عليه السلام. قلت سبحان الله، عجبا، أولئك أتباع عيسى تنصر، يعني هم الأحق أن ينصروه، لكن تنصروه لماذا؟ يعني تنصروه ما 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 ماذا سيقع على عيسى عليه السلام؟ نحن في دولة نصرانية، والدولة تلك علمها فيه الصليب، كما أن علم الدنمارك فيه الصليب، كذلك دولتهم العلم فيه الصليب. فقلت غريب، يعني ماذا سيقع على عيسى؟ قالوا يا شيخ سيقام الأسبوع القادم مسرحية عن قصة عيسى، ونزلت الآن إعلانات في الجرائد فيها مقاطع صور من تلك المسرحية دعاية لها. طبعا الصور صورت أثناء عمل البروفات للمسرحية، وهذه الدعاية يا شيخ تظهر لنا قصة المسرحية. قلت كيف؟ قالوا انظر، فأخرجوا لي الجريدة فإذا عيسى عليه السلام مصور على أنه شاذ جنسيا تفعل به الفاحشة، ومصورين بصورة سيئة، وله باروكة وشعر طويل ولبس سيء، وإذا وضعية في الصور وضعية سيئة، ومكتوب تحت إن هذا عيسى. قلت عجيب، كيف يتجرؤون على هذا النبي؟ يعني وهم نصارى ويتجرؤون على النبي؟ قالوا يا شيخ هؤلاء لا يحترمون أحدا من الأنبياء أصلا ولا يعظمونه. فمن ذلك الحين تعظيم المسلمين لعيسى ودفاعهم عن عيسى وغيرتهم له، فإننا لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، بل كلهم نؤمن به، ومحبتنا نحن لعيسى وإيماننا بعيسى أقوى وأعظم من محبة أولئك له. إذا كان أولئك ما يحترمون النبي الذي ينتسبون إليه، فبالله عليك كيف سيحترمون نبينا وحبيبنا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر رأيته بعيني، لا أقول قرأته في موقع أو سمعته في أخبار، هذا رأيته بعيني تلك السنين، وهم لا يزالون يزدادون حنقا على جميع الأنبياء. لذلك هم لما ثار المسلمون لأجل حبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام تعجبوا، قالوا ما نحن كل يوم نسب عيسى ولا أحد ثار من قومنا، وتنشر الجرائد صورا قبيحة عن عيسى عليه السلام، ولم يثر لا قسيس ولا راهب ولا أحد. كيف أنتم ثرتم وعملتم المظاهرات وألفتم الكتب وأقمتم المؤتمرات وأنشأتم القنوات، ولو استطعتم أن تقيموا جهادا وحربا لذلك لفعلتم، لأجل كم صورة رسمناها؟ إذا هذا النبي الذي ثار قومه له يستحق أن نبحث في سيرته. فبدأوا يدخلون إلى المواقع الإسلامية ويشاهدون القنوات الإسلامية، وبدأوا يقبلون إلى المراكز الإسلامية ويسألون عن الإسلام ويبحثون في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ازداد الداخلون في الإسلام أكثر فأكثر. لذلك يعيدون نشرها مرة أخرى، والله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لما قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد 70 من الصحابة، ونظر إليهم يمر بينهم عليه الصلاة والسلام وفمه يسيل دما لأن رباعيته قد كسرت هو أيضا، ووجنته تسيل دما لأن المغفر اللي كان لابسه على رأسه عليه الصلاة والسلام ضرب وانكسر الحديد ودخل في وجهه أثناء القتال، فوجهه مشجوج ورأسه مصاب وركبته تسيل دما، وقد سقط في حفرة وأخرج من الصحابة، فبالكاد يستطيع أن يمشي، الوجه يسيل دم والفم يسيل دم والركبة تسيل دم، وهو عليه الصلاة والسلام عمره قريب من 60 ويمشي بين موتى وصرعى، ويلتفت فإذا حمزة بطنه مشقوق وأنفه مجدوع وخرجت كبده وأمعاؤه مرمية بجانبه، هذا حمزة أسد الله ورسوله، ويلتفت فإذا هذا الصحابي أذناه مقطعتان، يلتفت فإذا هذا مفقوع عينه، يلتفت فإذا هذا أصابعه منثرة، يلتفت 70 من الصحابة قراء وقوام ليل وصوام نهار، ويقول الله تعالى بعد أحد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ويقول عز وجل بعد الإفك الذي اتهمت به عائشة يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله ما هو بشر، هذا فيه خير، طلعنا لكم كم واحد منافق فضحناهم،
وأظهرنا شرف عائشة وطهارتها بآيات تترى إلى يوم القيامة لا تحسبوه شرا لكم. إلى اليوم إلى اليوم لو رسموهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا ما فعلوا إلا أن أعداد الذين يدخلون في الإسلام والله لا يزال يزداد يوما بعد يوم. التقارير التي ينشرونها هم، وادخلوا إن شئتم بعض المواقع التي تنشر هذا، التقارير التي ينشرونها هم تدل على أن الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان وأوسع الأديان انتشارا اليوم، أسرع انتشارا من النصرانية، وأسرع انتشارا من البوذية، وأسرع انتشارا من الهندوسية، وأسرع انتشارا من اليهودية ومن الكونفوشيوسية ومن جميع الأديان. لذلك لما يرون الإسلام يضرب بعروقه ولا يزال يمشي فيه مشيا كالطوفان بدأوا يقولون يا جماعة كيف نوقف هذا الدين، كيف نوقفه؟ كنت في ألمانيا في رمضان الماضي فألقيت محاضرة للألمان في مسجد النور في برلين، وكان هناك أخ مغربي اسمه عبد العظيم يترجم بالألماني ترجمة جيدة. أثناء المحاضرة دخل رجل وتخطى الصفوف ثم جلس أمامي بيني وبين الصف الأول، حتى كان جلوسه غريبا يعني ما جلس في الأخير، تخطى الرقاب حتى جلس أمامي. ظننت أنه متحمس وعنده السؤال. انتهيت من محاضرتي ثم فتحت مجال الأسئلة، وأنا كل قليل ألحظه ببصري أنتظره أن يرفع يده للسؤال، فإذا الرجل يستمع إلى إجابات الأسئلة. فلما بقي 10 دقائق على أذان المغرب، المحاضرة كانت بعد صلاة العصر في رمضان والناس صائمون، بقي 10 دقائق على أذان المغرب، فشكرتهم على استماعهم واجتماعهم وقلت والآن بقي 10 دقائق على المغرب، بالكاد تستطيعون أن تصلوا إلى بيوتكم للإفطار يعني، وفي نساء في الدور الفوقي وأطفال. فرفع هذا يده فقلت له آسف انتهى الوقت، ما أستطيع أني أسمع سؤالك الآن، 10 دقائق والناس لا يريدون أن يتأخروا. فقال أنا ما عندي سؤال. قلت إذن لماذا رفعت يدك؟ قال أنا مسيحي جئت أبحث عن الإسلام. قلت يا مرحبا تعال قم. وأحضرنا كرسي وأجلسته بجانبي، صار المترجم بجانبي والرجل هذا في هذه الجهة. قلت له أنت من وين؟ قال أنا إيطالي أسكن في ألمانيا. قلت يعني تعرف عن الإسلام شيئا؟ قال نعم، أنا رأيت ضجة على الإسلام وكلام على الإسلام وحرب على الإسلام، فذهبت أدخل إنترنت أبحث إيش الإسلام هذا اللي عملوا له قضية. فلما نظرت أعجبني الإسلام وقلت والله قومي هم المخطئون وجئت أبحث عن الإسلام عندكم. قلت ما ديانتك؟ قال أنا نصراني. قلت من إيطاليا؟ قال نعم من إيطاليا. قلت عجبا، إيطاليا هي رأس النصرانية ففيها روما والفاتيكان، كما أن المملكة العربية السعودية اليوم هي قبلة المسلمين ومأرز الإسلام لوجود الحرمين، كذلك إيطاليا لها شأن عند النصارى. قلت أنت إيطالي وغريب أنك تأتي تبحث عن دين آخر. قال أنا أريد أني أترك النصرانية لسببين. قلت ما هما؟ قال السبب الأول أنني أشعر أن النصارى يعبدون أصناما. قلت كيف؟ قال ما أدخل إلى كنيسة إلا وأرى أمامي تماثيل، تمثال صنم، مريم صنم، عيسى عليه السلام صنم، فأنا أشعر أنا أصلي أني أعبد أصنام، أني ما أعبد الله. قلت سبحان الله فعلا، هذا الأول. والسبب الثاني؟ قال السبب الثاني أن القساوسة عندنا الذين يجمعون منا الأموال لأجل أن يزعمون أنهم يبنون بها الكنائس ويطعمون الجياع ونحو ذلك ويدعون إلى النصرانية، هم أكثر الناس أرصدة في البنوك، وهم أكبر تجار العقار عندنا، يعني يسرقون الأموال في الحقيقة. تذكرت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ماذا يفعلون؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هم في الحقيقة يأكلون أموال الناس بالباطل من قديمهم لصوص ليس الآن. قال يا شيخ هؤلاء يأكلون أموالنا، اكشف حساب أي واحد فتجد أنه بالملايين بمئات الملايين ونحن نأتي وندفع. هؤلاء حرمية ما يستحقون أن يكونوا قساوسة وموجهين بيننا وبين الله. قلت ممتاز، طيب عندك أسئلة؟ قال كلمني عن الإسلام. قلت أن تعبد الله وحده لا شريك له، بدأت أتكلم معه عن الإسلام. ثم قلت له هل سبق أن سمعت كلاما عربيا؟ قال لا.
قلت هل سبق أن جلست مع عرب؟ قال لا. ما سمعت كلاما عربيا أبدا؟ قال لا. لكن مرة كان عندي موظف تونسي يشتغل في سوبر ماركت وركبت مرة السيارة وركب معي، فأردت أن أشغل السيارة فلم تشتغل، فقال لي هذا التونسي قل بسم الله، فقلت بسم الله واشتغلت. يقول فما أعرف إلا كلمة بسم الله. قلت ممتاز، يعني لو أتكلم معك الآن صيني أو أتكلم معك ياباني أو هندي أو عربي ما تفرق بينها. قال لا، أنا أعرف إنجليزي ألماني إيطالي، غيرها من اللغات يدخل بعضها في بعض ما أعرف. مثل ما بعض الناس اليوم العرب لو تتكلم مثلا ألماني أو فرنسي ما يدري هذا ألماني ولا فرنسي، أو إيطالي ما يدري. صح الإنجليزي قد يعرفه الكثير لكن ما يقدر يفرق بين اللغات. قل طيب أنا سأعطيك جملتين بالعربي، هذه قد عملتها مع قسيسة مرة في نيوزيلندا وأعدتها معه. قلت سأعطيك جملتين بالعربي، أريدك أن تكتشف الفرق بينهما. قال نعم. قلت اسمع جيدا. قال طيب. فقلت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قلت هذه الجملة الأولى. قال طيب. طبعا المترجم يترجم له بالألماني مباشرة، يترجم له هذه الجملة الأولى سمعتها؟ قال سمعتها. فهمت شيء؟ ما فهمت شيء. قلت طيب خذ الجملة الثانية. قال نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته. وجئت بكلام من عندي وتغنيت به كترتيلي للقرآن. ثم قلت للمترجم اسأله هل وجد فرقا بينهما؟ قال نعم. قلت قل فهم شيء؟ قال لم أفهم شيئا. قلت سأله ما هو الفرق؟ فقال الكلام الأول كلام رباني يدخل إلى عروقي وينفضني نفض. يا جماعة أنا ما أفهم ألماني لكني كنت أراه قد فرج أصابع يديه ويشير إلى قلبه، والناس يقولون الله أكبر، لأن اللي موجودين يفهمون ألماني، فيهم عرب كثير يعني سكان ألمانيا من زمان، الوحيد اللي ما يفهم ألماني من الجالسين أنا. فبدأوا الناس يقولون الله أكبر، والمترجم يقول الله أكبر، وأنا ما فهمت شيء. قلت يا عبد العظيم ماذا يقول؟ قال يا شيخ انتظر. شيخ انتظر، أنا الشيخ الحين، خلني أفهم. فقال كلام رباني يدخل عروقي وينفضني نفض، والكلام الثاني عادي. قلت الكلام الأول كلام اللي خلقك وشق سمعك وبصرك، هذا القرآن لو أنزله الله على جبل صخر صم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف وأنت عظم لحم دم؟ أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال ما في مانع. قلت قل. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فترجمها له عبد العظيم بالألماني فأعادها بالألماني. مباشرة النساء من الدور الثاني أرسلوا رسالة ورقة، قالوا عندنا أربع ألمانيات الآن سيدخلن في الإسلام حاضرات. صعد لهم الأخ عبد العظيم ولقنهن الشهادة، والأخوات فوق أعطوهم حجاب حجاب على طول. ثم نزل الأخ عبد العظيم وكنا قد بدأنا صلاة المغرب لأننا تأخرنا فأفطرنا متأخرين وبدأنا نصلي. يقول فلما دخل يحدثني بعد الصلاة رأى شابا ألمانيا جالسا في مدخل المسجد ينظر إلى المصلين، عمره في العشرين تقريبا. فقال له لماذا تقف هكذا؟ قال أنا غير مسلم ما يصلح أصلي. قال إلا يصلح تعال صل. وأدخله يركع ويسجد مع الناس. فلما انتهى قال له عبد العظيم ها بماذا شعرت؟ قال شعرت براحة. قال هذا هو الإسلام، أنت خلقت لأجل هذا الفعل إلا ليعبدون، قم الآن أعلن إسلامك. فقام وأعلن إسلامه. وإذا يا جماعة الستة خلال ساعتين شوف قوة الدين. فأنا تعجبت والتفت على عبد العظيم قلت عبد العظيم معقول ستة أشخاص في يوم واحد؟ قال عادي. قلت كيف عادي؟ أنا أخشى اللي يسلم بسرعة يرتد بسرعة. قال لا،
عندنا يا شيخ منظمة لمتابعة المسلمين الجدد من الألمان، والمنظمة هذه قائم عليها إخوة ألمان، يعني سمنهم في دقيقهم، يتابعون بعض ولهم اجتماعات ولهم مواقع انترنت ويتصلون ببعض، يقول نحن ما لنا دخل، هم الألمان يتابعون بعض. قلت عجيب، ستة في يوم واحد؟ قال يا شيخ تدري كم يسلم على يدي أنا شهريا؟ يقول وأنا شخص واحد غير متفرغ للدعوة، ما عندي وسائل دعوية كثير، مجرد أني أمر وأقنع الناس فقط. قلت كم؟ قال يسلم على يدي يا شيخ شهريا من 13 إلى 15 شخص. يقول وأنا رجل واحد في برلين، في مجموعة دعاة عندنا في برلين، ومجموعة في الآخن، ومجموعة في فرانكفورت، مجموعة في ميونخ، يقول مجموعات، يقول أنا فقط 13 شهريا. ثم اطلعت أنا على تقارير رسمية للدنمارك في عدد من يدخلون، عفوا لألمانيا، في عدد من يدخلون في الإسلام، فإذا التقارير الرسمية، التقارير الحكومية تقول إن في عام 2006 دخل في الإسلام رسميا، لاحظ ليس الذي دخل عبر انترنت جاء وأعلن إسلامه في مسجد ولم يذهب إلى الحكومة يقول تراي أسلمت، هؤلاء أعداد عظيمة، لكن عدد اللي دخل في الإسلام وجاء عند الحكومة قال أنا أسلمت سجلوني مسلم، عددهم في عام 2006 تجاوزوا 4000 شخص. هذا يا جماعة في خلال سنة واحدة قرابة 400 شهريا، هؤلاء اللي جاءوا رسميا، أنا أجزم أن عددهم أضرب في 10 مثل هالستة اللي أسلموا، لن يذهب الحكومة يقول أنا أسلمت، خلاص أصلي وصوم مع المسلمين وانتهينا، لازم أروح أقول يا حكومة أنا أسلمت. وصليت هناك في ألمانيا في مسجد كان كنيسة، فسألت الشباب قالوا يا شيخ الآن في 30 كنيسة كلها معروضة للبيع، ما في زبائن، ما في ناس يأتون يصلون، عمرك شفت مسجد يباع يحول مستودع ويحول سوبر ماركت؟ ما في ولا مسجد هكذا، إلا المساجد عندنا تبنى ثم يقولون توسعة للمسجد، بعدين يقولون توسعة للمسجد، توسعة للمسجد، عمرك شفت مسجد بني بعدين قالوا تضييق للمسجد؟ ما في، عندهم هناك يبنون الكنيسة ثم يتورطون بها، ما في أحد، فتقفل الكنيسة، كنائس مقفلة لمدة 25 سنة. فلما رأت الحكومة أن لا يستفاد منها عرضت 30 كنيسة للبيع، وصليت بهم بنفسي هناك في ألمانيا في مسجد اسمه دار السلام، كان كنيسة، وصليت بهم في 15 رمضان، وكانت ثاني صلاة تصلى في تلك الكنيسة، وقد كانت كنيسة وقلبت مسجدا، حتى إن أحد القساوسة هناك لما رأى انتشار الإسلام حاول يخاطب الحكومة لأجل التضييق عليه فلم تستجب له، فحاول أن يعمل شبه يعني مظاهرة ومعارضة، فرقى على منارة إحدى الكنائس وسكب على نفسه الوقود وأحرق نفسه احتجاجا لأجل يعمل ضجة إعلامية وصحفية. خرجت من ألمانيا إلى الدنمارك في رمضان، أيضا طلعت منها إلى الدنمارك للقاء في بعض المراكز الإسلامية، فحدثني الأخوة هناك قالوا يا شيخ ما عندنا تقارير رسمية عن عدد المسلمين، عن عدد المسلمين عندنا ممن يسلمون يدخلون في الإسلام من الدنماركيين، يقولون لكن الذي يدخل عندنا في المركز والمراكز التي حولنا هم من 20 إلى 25 شخص شهريا. هذا في الدنمارك اللي رسموا صورة النبي صلى الله عليه وسلم صورة سيئة وفعلوا ما فعلوا. إذا نحن على دين قوي، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه هو الأبتر، بل إن حاله كحال الذي يؤذيه ضوء الشمس أو يحقد على الشمس لما رأى سعة ضوئها فيرفع وجهه إليها ويبصق فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه، لا يمكن أن يصل إلى الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال ربنا عز وجل يقدر أقدارا تقع لأجل أن يرفع له ذكره، كما قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وما يفعله الدنماركيون أو غيرهم إلا أفعالا ربما من حكمتها أن الله عز وجل أراد أن يكون بها شأن وزيادة رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمع أذى الكفار له، وكان يرد عليهم بأساليب متعددة، من أهم هذه الأساليب أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم الإسلام في تعاملاته وسكناته وحركاته لأجل أن لا يستطيع أولئك أن يتنقصوا، بحيث أنهم لو سئلوا عنه
لما استطاعوا أن يفتروا عليه أكثر مما فعلوا. لما وقف أبو سفيان أمام هرقل والحديث في البخاري، فقال له هرقل إني سألك عدة مسائل. لاحظ الآن هرقل نصراني ويسأل رجلا كافرا قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام، وذلك أثناء صلح الحديبية. أبو سفيان دخل في الإسلام في فتح مكة في العام الثامن أو التاسع، وفي صلح الحديبية أثناء الهدنة ذهب في تجارة إلى الشام. وقف أبو سفيان أمام هرقل، سأله هرقل عدة أسئلة. لاحظ الأسئلة توجه من نصراني عدو للنبي عليه الصلاة والسلام وخائف على ملكه منه، إلى رجل آخر هو أيضا عدو للنبي عليه الصلاة والسلام. أول سؤال سأله قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ في أحد قبله قال إني نبي؟ قال لا. قال طيب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ كان عليه ملاحظات أخلاقية قبل؟ قال لا والله، الرجل نظيف من زمان، منذ أن ولد وهو ما يكذب، حتى وصل عمره 40 وقال أنا نبي، من زمانه ما يكذب، لا ما كنا نتهمه بالكذب. قال طيب، هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في أحد من أتباعه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل في الإسلام ثم ما أعجبه الدين وطلع؟ قال لا والله، كل اللي يدخلون نعذبهم ويزدادون ثباتا على الدين. سبحان الله. وهذا السؤال يا جماعة سألته مرة أحد النصارى في نيوزيلندا قبل 8 أشهر، كنت هناك أدرس في أحد المعاهد الإنجليزي، فاتصل بي واحد من الشباب المبتعثين، قال يا شيخ عندنا واحد فرنسي في المعهد معنا أشغلنا ويتكلم على الإسلام ومدري إيش، وأنا ما أعرف أرد عليه، هل ممكن يا شيخ أني أجيبه عندك ويعني تتكلم معه؟ قلت ما يخالف تعال. فلما جاء من غد كان عندنا قبل الظهر يعني زي الفسحة يعني استراحة، فجاء صاحبي مع زميله، تلطفت مع هذا الزميل وابتسمت إليه من باب يعني أن يطمئن إلي وأن يخرج ما عنده، قلت تفضل اجلس يا مرحبا، أنا سعيد لقائك ومسرور بشجاعتك أنك جئت تناقش، هذا يدل أنك إنسان جريء وإنسان. انبسط فقلت تفضل. قال أنا الإسلام ما هو عاجبني، وأنا أتكلم مع بسام حتى أقول له إيش تبغى بهالدين. فانتهى من كلامه، قلت أنا سأسألك سؤالين فقط. قال ما هما؟ طبعا الذي أمامي ليس عالما من علماء النصارى فأحاوره علميا، يعني ما عنده، هو نفسه ما عنده معلومات عن النصرانية، عامي. فلو أقول له طيب عيسى قال في كذا والإنجيل برنابا وإنجيل مرقس ومتى، ما يدري عن الأناجيل، فما يصلح معه العقل. قلت له سأسألك سؤالين. قال نعم. قلت السؤال الأول، أنتم الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع. متى؟ قال يوم الأحد. قلت بس مرة واحدة في الأسبوع تصلون وبقية الأسبوع ما في صلاة؟ قال نعم. قلت طيب كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال الحضور قليل جدا. قلت طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة؟ قال أنتم عندكم 5 مرات يوميا، ما هو في الأسبوع، يوميا. قلت كم عدد الحضور عندنا في المساجد؟ قال كثير. قلت طيب لماذا؟ ليش أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل؟ نحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير، ليش؟ ما الذي يجذبنا إلى المساجد؟ ليش؟ مع أنهم هم صلاتهم طاولات وكراسي ويدخل الناس ويجلسون ويقوم القسيس ويقرأ عليهم شيئا من الكلام المقدس ومع موسيقى ويوزعون عليهم عصير ويخرجون 4 5 دقائق 10 دقائق، هذه صلاتهم. يعني ما فيها اجتماع وركوع وسجود وتوضأ قبل الصلاة وإن كنت جنوبا اغتسلت واخلعنا عليك وامسح على الخفين أو اخلع الخفين، وربما يكون المسجد حارا ما في مكيفات أو الفرش يكون غير نظيف، ما فيها عندهم في الصلاة أي تكاليف ومع ذلك الحضور قليل. قلت ليش؟ قال ما أدري. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت هل سمعت يوما أن قسيسا أو عالما من علماء النصارى انقلب مسلما؟ قال نعم كثير. أوه هذا كثير، وعندهم مؤلفات وعندهم مواقع في الانترنت وعندهم الآن برامج في الفضائيات.
كانوا قساوسة وصاروا مسلمين. قلت ممتاز. طيب هل سمعت يوما خلال التاريخ قدامك 1400 سنة، هل سمعت يوما أن عالما من علماء المسلمين أو داعية من دعاتهم انقلب نصرانيا؟ قال لا. قلت ليش؟ لماذا؟ لماذا أنتم قساوستكم ينقلبون مسلمين ونحن مشايخنا ما يصرون نصارى؟ ليش؟ قال والله ما أدري. قلت أنا اللي أدري، لأن هذا الدين قوي، هذا الدين كالطوفان يدخل عليك غصبا عنك ليظهره على الدين كله. يقولها الله، الله يقول ليظهره على الدين كله، يظهر على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي على جميع الأديان، ولو كره الكافرون كره المشركون، بعز عزيز أو بذل دليل ينشرها الله تعالى وينصره. هذا لأن الدين له جاذبية، له وهج يأخذ بك. هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. وهو يسكت ويستمع إلي. قلت عمرك سمعت قرآن؟ قال لا. قلت اسمع قرآن وتلوت عليه شيء من الآيات. هذا الكلام كان يوم الثلاثاء. يوم الجمعة أقبل وصلى معنا مسلما. بالله عليك، أولئك النصارى لما يرون أصحابهم يخرجون من دينهم فردا فردا، صغارا وكبارا، ألا تنتظر منهم أن يزدادوا حنقا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون إيش الدين هذا اللي قتلناهم وحاربناهم ورسمنا نبيهم وضيقنا عليهم في القنوات الفضائية ودخلنا على مواقع في الانترنت وأفسدناها وضيقنا عليهم في كذا وصلحنا كذا وحبسنا كذا وعملنا لهم في غوانتنامو وضيقنا عليهم، ومع ذلك دينهم يزداد؟ لأن هذا الدين تكفل الله تعالى بنصره، وقال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولينصرن الله من ينصره ليظهره على الدين كله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. أنت إذا اعتقدت عقيدة جازمة في قلبك أنك على دين قوي ومنصور، عرفت إذن لماذا هم يتنقصون نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال عد إلى هرقل وأبي سفيان. هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. هل يخرج أحد منهم بعد أن يدخل في دينه؟ قال لا. هل؟ فقال بعد ذلك هرقل، وأبو سفيان يريد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لكن ما يستطيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل الصفات اللي عنده ممتاز ممتاز ممتاز، الأخلاق ممتاز، الكرم ممتاز، الصدق ممتاز، غض البصر ممتاز، أكل أموال الناس لا يوجد بل أمين ممتاز. فهو لأن كله ممتاز 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 ما استطاعوا أن يضعوا عليه ضعيف ولا جيد ولا مقبول، فصار الكفار إذا أرادوا أن يسبوه ما وجدوا أي باب يسبونه عليه الصلاة والسلام من خلاله. إذا كنت أنت فعلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام وتريد نصرته فافعل كما كان يفعل، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم التزم بالدين تماما 100%، وصار كل من أراد أن يتنقص لا يستطيع. كذلك نحن اليوم لو التزمنا بتعاليم الإسلام بيننا وبين بعض وبيننا وبين تعاملنا مع الكافرين لما استطاع أحد من الكفار أبدا أن يتنقص ديننا أو أن يتهم نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قبل قرابة سنة تقريبا كان عندنا مؤتمر تابع لرابطة العالم الإسلامي في الأرجنتين، وركبت الطائرة وحدي يعني مع مجموعة من الألمان، لأني ركبت من ألمانيا إلى الأرجنتين فما فيه عربي ولا مسلم إلا أنا فقط. فكان المضيف طبعا 14 ساعة حتى تصل إلى الأرجنتين، فالوقت طويل، فأنا معي مسجل وكذا ومعي كتاب. فكان المضيف يمر بي وأنا بلحيتي وجالس، فكان إذا مر يسألني مثلا تريد شاي تريد قهوة أو يضع طعاما، فكنت أبتسم في وجهه أقول له مثلا شكرا بالإنجليزي، أقول له شكرا وأبتسم في وجهه، وإذا مر هو رايح والتقت عيني بعينه أبتسم في وجهه بس، ولا يسمع مني إلا thank you ونحوها من العبارات الخفيفة. فلما وصلنا قبل أن يصلوا إلى الأرجنتين نزلوا في البرازيل، ينزلون الركاب ثم يطيرون إلى الأرجنتين من جديد. فكدت أني أنزل، ظننت أنه وصلنا، قالوا لا أنت لسه بقي لك ساعتان حتى تصل إلى الأرجنتين، ابقى في كرسيك. فجلست فتحت كتابي، تفاجأت يا جماعة، طبعا نزل مجموعة من الناس ومجموعة بقوا، تفاجأت أن هذا المضيف لبس الجاكيت، بينزل في البرازيل انتهى دوامه، لبس الجاكيت وأخذ حقيبته
ثم أقبل يمشي إلي وجاء وقال لي أنت ستنزل في البرازيل؟ فابتسمت وقلت لا أنا طالع إلى الأرجنتين. قال طيب أنا نازل هنا تريد خدمة معينة؟ صار كأنه صديقي هذا، ما جرت العادة مضيف يجي يقول للناس تبغى خدمات خاصة، يعني المضيف تبغى شاي تبغى قهوة تبغى مساعدة، لكن يقول تبغى أخدمك بشيء. فقلت شكرا وأشكرك فقال طيب thank you very much، يقول لي كذا يقول شكرا جزيلا. قلت له فروت لماذا أنت تشكرني؟ لماذا عمركم شفتوا مضيف قبل ما ينزل يمر على الركاب يودعهم وعزمنا على العشاء يسلم علينا قبل يطلع؟ المضيف العادة يقف عند الباب ويسلم على الناس وهم طالعين، لكن مضيف يضرب مشوار إلى راكب ويقول له أشكرك؟ فقلت تشكرني لأجل ماذا؟ قال شكرا لابتسامتك، بس for your smile، لابتسامتك، شكرا لابتسامتك. أخدمك بشيء؟ قلت شكرا فذهب. أيقنت أنني استطعت بتوفيق الله أني أضع بصمة عنده، غدا هذا لما يرى ملتحيا في جريدة ولا في مجلة ولا في قناة مكتوب تحته إرهابي قاتل دماء مفجرات، هذه الصورة مرتبطة بالتفجير والتقتيل، أريد غدا أن يقول خطأ غير صحيح، أنا رأيت ملتحيا مبتسما ومترطفا معي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكذب دعاوى المشركين فيه بمثل هذا الأسلوب، يقولون كاهن كذاب مجنون، وهو عليه الصلاة والسلام يتعامل تعامل لا يدل على أن كاهن وكذاب ومجنون، وبالتالي استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكذب جميع دعاويهم، وهم يحاولون أن يضيقوا على الإسلام، والإسلام لا يزال بإذن الله تعالى زيادا وانتشارا إلى يومنا هذا، لا يزال الإسلام على مثل هذا الحال. إذا كنت أنت فعلا تريد أن تتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فاصنع كما كان يصنع، البس كما كان يلبس، كل كما كان يأكل، اشرب بالطريقة التي يشرب بها. وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا حتى نتسلى فقط بسيرته، لكن أرسل ليطاع بإذن الله. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الله تعالى أمر بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، كلها يعيد يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي، كلها أطيع 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 في أكثر من 30 آية. إذا كنت أنت فعلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أطيعه. إذا قال لك أعفو اللحى وحفو الشوارب قل سمعا وطاعة يا رسول الله، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا إيش لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت محبا له عليه الصلاة والسلام سمعت قوله ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، افعل مثله يا رسول الله، ففي النار. أنت يا رسول الله كيف ثوبك؟ هو مقصر ثوبه فوق الكعبين، أنا لأني أحبك يا رسول الله سأضع ثوبي مثل ثوبك. أنت يا رسول الله كيف شكل وجهك؟ أنا ملتحي وحب شواربي، إذن يا رسول الله أنا سأجعل وجهي مثل وجهك لأني أحبك يا رسول الله. أنت يا رسول الله كيف تأكل؟ أنا آكل بيميني، نأكل بيميننا مثلك، تأكل مما يليك، والله نأكل ما يلينا مثلك. كيف تشرب يا رسول الله؟ أشرب ثلاثا، والله نشرب مثلك يا رسول الله. كيف تنام يا رسول الله؟ أنام على جنب الأيمن وأضع يدي اليمنى تحت خد الأيمن وأقول أذكار النوم، نفعل مثلك يا رسول الله، لأننا نحبك يا رسول الله محبة حقيقية تقتضي الاتباع لك، ليست فقط مشاعر في قلوبنا أو سير نحفظها أو قصص نتذاكرها ونأنس بها في مجالسنا، إنما حقيقة محبة عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. في البخاري يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، قال فرأيته صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء، الدباء يعني القرع، النبي صلى الله عليه وسلم طعام بين يديه ربما كان ثريدا أو أي نوع وفي قطع قرع دباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا ثم أكل الثانية، فلاحظ أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. يقول أنس فلم أزل والله بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. الصحابة يا جماعة تعدوا مرحلة أني أصلي مثل ما تصلي وأصوم مثل ما تصوم، الأكل اللي تحبه يا رسول الله نحبه، شوف شدة المحبة. جلس عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يوما مع أصحابه فالتفت وقال لأصحابه لو أننا تركنا هذا الباب للنساء
اقتراح، يعني مجرد اقتراح، ما قال اتركوا، قادر يقول اتركوا، مثل ما يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، لا تفعلوا كذا، يقدر يقول اتركوا هذا الباب للنساء وينتهي الموضوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ليس جازما، مجرد اقتراح، قال يعني حتى ما يقع اختلاط وكذا، لو تركنا هذا الباب للنساء. الصحابة تركوه للنساء على طول، يعني ما يحتاج تأمر انت، احلامك اوامر يا رسول الله، اقتراحاتك اوامر، ما يحتاج تعطينا الامر صريح. مات النبي عليه الصلاة والسلام ومضى الى ربه، وتولى بعدها ابو بكر، وسع المسجد وصار المسجد له ابواب كثيرة، وصار هذا الباب بعيد عن باب، بعيد عن قسم النساء، النساء يصلين في الخلف في ابواب خاصة بالنساء، خلاص صار الصحابة خلاص يدخلون مع الباب، لان النساء ما عاد يدخلن معه الا عبد الله بن عمر، يقول والله ما ادخل معه ابدا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا هذا الباب للنساء. قال يا ابن عمر خلاص النساء في الخلف لهن ابواب، قال لا والله وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا للنساء، ما ادخل معه ابدا. وسع المسجد اكثر في عهد عمر، وصار فيه ابواب كثيرة، وابن عمر يدخل كل الابواب الا هالباب. وسع في عهد عثمان، وصار في ابواب كثيرة، وفي عهد علي وفي ابواب كثيرة، وابن عمر حي وشايب يدخل مع جميع الابواب الا هذا الباب، يلف من خلف المسجد يدخل مع باب اخر. يقولون لماذا يا ابن عمر؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا هذا الباب للنساء. شوف حقيقة المحبة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يبحث عن تأويلات ومخارج، الامر للوجوب، الامر للاستحباب، يمكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا، اذا سمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعوا مباشرة. جلس مرة عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في البخاري، جلس وحدث الناس، شايب صحابي كبير، فقال لهم اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، والحديث رواه البخاري. فقال له شاب جالس من التابعين اسمه بشير، قال له يا ابا حسين انا نقرأ في الحكمة، يعني في الكتب السابقة والحكم، ان من الحياء ضعف ومسكنة، يعني ان تقول خير كله يعني احيانا ضعف ومسكنة الحياء. قال انا نقرأ في الحكمة ان في الحياء ضعفا ومسكنة. فالتفت اليه عمران وقال اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. سكت، يعني خليك ساكت. فقال نعم، لكن نحن نقرأ يا ابا حسين، رجل نية الصالحة، نقرأ في الحكمة الكتب السابقة والحكم ان الحياء فيه ضعف ومسكنة. فالتفت اليه قال عجبا، اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وتقول فيه ضعف ومسكنة؟ يقولون وسبه سبا شديدا، حتى ان الراوي ما ذكر السب اللي سبه اياه، قال بلاش اذكر لكم السب، جعل يسبه باقذع السب، حتى جعلوا يهدئونه، يقولون يا عمران انه من اصحابنا، انه طالب علم، انه رجل صالح، يعني خفف عنه. يقول حتى سكت ذلك الشاب، كيف تعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف التعظيم للصحابة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. كان الصحابة يبينون فعلا بيانا تاما. احد الصحابة رأى ولده يخذف، يأخذ حصاة صغيرة بسبابة يده اليمنى ثم يجعلها على سبابة يده اليسرى ويضغطها عليها ثم يطلقها فتنطلق، يخذف. فقال له يا بني، قال نعم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يقول ينهى عن الخذف، يقول لا تخذفوا، ينهى عن الخذف، ويقول انه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، يعني ما في فائدة من الحركة هذه، لا تستطيع انك ترد بها اعداء في القتال، ولا تستطيع انك تصيد عصافير بها، ايش الفائدة اذا؟ قال انه يقول انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن يفقع العين ويكسر السن. فعلا الان لو واحد يضربك الضربة ممكن يفقع عينك ويكسر سنك، لكن لو يضرب بها عصفور ليصيده ما استطاع، فما في فائدة. قال سمعت النبي يوجه ولده، يا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ويقول انه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا ولكن يفقع العين ويكسر السن، يا ولدي لا تخذف مرة ثانية. قال طيب. فمضى اربع خمس ايام فمر بولده فاذا ولده يخذف، قال سبحان الله يا ولدي اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف
وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكى عدوا ولكن يكسر السن ويبقى العين لا تخذف. فتركه أياما ثم رآه يخذف قال فالتفت إليه وسبه سبا عظيما وقال أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعود وتخذف والله لا كلمتك أبدا اطلع برا البيت. كل هذا يا جماعة عشان قضية خذف بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخذف وانت خذفت لا أكلمك أبدا هجران. هذا حقيقة المحبة فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الاتباع. إذا سمعوا قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا أو تقريرا سارع الصحابة إلى فعله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث يوما بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة كان له قيراط ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط كجبل أحد. حدث به ابن عمر جالس. طبعا أبو هريرة هو أعلم الصحابة بالحديث وروايته روى نصف السنة تقريبا. ابن عمر جالس فالتفت قال يا أبا هريرة ما هذا الحديث أول مرة أسمع ما هذا الحديث. قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا بكذب عليه؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة له قراط من تبعها فله قراطان. قال ويحك انظر ماذا تقول يعني لعلك واهم لعلك ما حفظت الحديث صح ويحك انظر ماذا تقول. قال والله ما حدثتكم إلا بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فالتفت ابن عمر وكان قد كبر سنه التفت إلى واحد من طلابه عنده قال قم إلى عائشة واسألها عن هذا الحديث. عائشة عالمة من العالمات. قم يقولون. فقام ذلك الشاب إلى عائشة وابن عمر أمسك حصاة في يده وجعل يقلبها يقلبها ولا يتكلم مشغول باله هل هذا حديث ولا ما هو بحديث مشغول. يقولون وجعل يقلبها في يده يقلبها في يده يقلبها في يده ما تكلم مشغول حتى رجع الشاب إليه وقال يا ابن عمر تقول عائشة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقولون فأخذ الحصاة التي في يده وضرب بها في الأرض وقال كم ضيعنا من قراريط كم ضيعنا من قراريط يعني كم ضيعنا من أجور في الصلاة على الجنائز لأني ما أعرف هذا الحديث يا ما ضاع علي من أجر. شوف ليس فقط حرص على تطبيق السنة لا بل ندم على السنة التي مضى جزء من حياته ولم يطبقها. هذه حقيقة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أحبابي نحن اليوم لو كنت تمشي بين الناس وترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقها تنظر في وجوه الناس فإذا المسلمون مطبقون فإذا المسلمون قد طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في ثيابنا فإذا نحن مطبقين لسنة عليه الصلاة والسلام تنظر إلى طريقتنا في الأكل فإذا نحن مطبقين للنبي عليه الصلاة والسلام لسنته تنظر إلى أسلوبنا في الكلام فإذا نحن قد طبقنا فعلا ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نحن نفعل ذلك كان هذا نصرة حقيقية له عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته مع نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن معه في الجنة ممن يصافحونه بأيديهم وممن يقبلون رأسه ويضمونه إلى صدورهم ونقول له يا رسول الله قد أحببناك ونحن لم نرك فلما رأيناك زدنا لك حبا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع سنته وأن يرفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلي ذكره في العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين أو مصدر رزق إلا وسعت عليه إلا وسعت عليه وأعنته على ذلك وبسطت له يا حي يا قيوم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب نسألك ربنا أن تكشف ضرنا وأن تغفر ذنبنا وأن تضاعف حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تجعلنا من القانطين.
القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم انا خلق ضعفاء من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم نعوذ بك من جدب الأرض ومن غلاء الأسعار ومن البلاء يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تضرك معصية العاصين ولا تنفعك طاعة الطائعين. اللهم سبحانك يا من لا تحتاج إلى طعام ولا شراب. اللهم يا ملك، اللهم يا حي، اللهم يا قيوم. اللهم سبحانك، من الذي يجيب، من الذي يرفع ضرنا، من الذي يغيثنا إلا أنت يا ملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم رحماك بأعراب في بوادينا يسوقون بهائم عجفا يطعمونها من حر أموالهم كما يطعمون أولادهم. اللهم فأنزل علينا وعليهم من بركات السماء، اللهم أخرج لنا ولهم من خيرات الأرض. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. اللهم رحماك بنا في بلادنا، اللهم رحماك بنا ونحن في قبلة المسلمين وفي بلاد الحرمين الشريفين. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا. اللهم رحماك بنا في بلادنا فليس فيها قبر يرفع، وليس فيها صنم يعبد، وليس فيها ناقوس يضرب، ولا صليب يعظم. اللهم رحماك بنا في بلاد التوحيد، اللهم رحماك بنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا حي يا قيوم. اللهم رحماك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم دعاء الصغير وشيبة الكبير وحاجة المحتاج ومصيبة المصاب وكربة المكروب وفقر الفقير. نعوذ بك ربنا من القحط والجذب، ونعوذ بك ربنا من غلاء الأسعار ومن جحيم النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.